عشام خدوني واحبابي فرجوني. طلعت من 10 سنين بس انا 20 سنة ربيت وتعلمت ومرضت وكبرت وبين عائلة سورية بحتة، فهذا الشيء اللي انا بفتخر فيه وبأجيل العالم بالعكس. واجا عندي الشق الثاني اني انا صرت فنان، فاتخيل كل انسان او فنان او اي مواطن او اي عنده اي وظيفه عنده رساله حابب يوصلها للعالم، غير الفن اللي حابب يوصله، غير الموسيقى اللي حابب تشبهني حابب يوصلها، حابب يوصل انه نحن بلدنا هلا عم تمر بازمه نحن نفتخر فيها حتى لو هي مرأة بامور صعبه، نحن منورجي الجانب الحلو ما منورجي الجانب اللي بس في دمار بنشرات الاخبار. فنانين في عنا فن، في عنا رساله فرح، في عنا رساله امل. هلا باخر شيء شو يعني انا بالنسبه لي اكثر من الفن عطى المنتخب السوري هلا امل لكل الشعب السوري بهالسبع سنين، رساله عظيمه جدا عطتنا فرحه كثير كبيره، حتى انه نحن صرنا نحلم انه ايه نحن بنوصل على كاس العالم. لما شفتيني بمهرجانات سوريه انا ما بكون بالمبدا مواطن سوري وفنان سوري، انا لازم بالمبدا تكون الركيزه والقاعده تبعي هون، فانا اتشرف وهذا طموح، وهذا اصلا قبل هول الاثنين هذا المفروض اني انا اكون بكل مهرجان سوري، انا هذا بشرفني وبطمح له اكثر. في عنا كان مهرجان الباسل بس الفكره انه نحن مارين بازمه، في عنا كمان قلعه حلب، في عنا كثير في القلعه والوادي كمان، في كثير عده مهرجانات اتمنى ارجع اوقف عليها وبشرفني وبتكبرني، والواحد اذا ما فرد جناحاته بين اهله ما بيطير منيح. واجهنا صعوبات كثير اكيد. موضوع كان في عنا انتصار كبير اللي هو معرض دمشق الدولي 59، هو انتصار كبير صح، بس كمان كلياتنا لازم نحن نسعى انه نرفع كلياتنا نرتفع لفوق دائما، يعني لازم نحن نقدم قدر الامكان ونتعب كلياتنا على هذا الموضوع. نحن حاولنا اكثر من ليلتين ما زبطت معنا بصراحه، واخر الصيفيه نحن هلا يعني ممكن نحن عم نعمل المهرجان بالمسرح المكشوف، فبيقولوا يقولوا دربه مقبول، فممكن ينزل مطعم العالم ما تحب هذا الموضوع. حاليا هن الليلتين، وان شاء الله السنه الجايه القادمه واللي بعدها واللي بعدها حيكون اكبر واوسع، وان شاء الله حيكون في مفاجات كثير. كل ما يتعلق بالجمال والاناقه والشيء الحلو هذا كلياته يعتبر جزء من المنتج السياحي. نحن المهرجان اللي عاملينه مهرجان الشام الأول بشجع على موضوع السياحة الداخلية، بشجع على موضوع السياحة الثقافية اللي كان جزء مهم من المنتج السياحي تبعنا.